السلام عليكم. نور نورك يا ابو علي، ما تقصر. خليفة دز لي ريكوست، ترى مو خبرة انا باللايف يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة حيا الله الله. البرك، حيا الله حبيبي، شلونك؟ عساك اهلا خير، بك، اهلا مشكور على بك. الاستضافة حبيبي. حاضرين، عفا عليك، حاضرين. حبيبي شفت شلونك؟ شلون؟ قاعد احاول عساك خير. استغل الحاضرين نصيب الناس. قلبت السحر على الساحر. يعني؟ اي والله، شنو الاخبار؟ والله الحمد لله، طمنا عنك، عساك بخير. انا وايد سعيد ان اول شيء قاعد اشوفك لايف، رقم واحد. رقم اثنين، وايد مستانس ان انا وياك صرنا دكاتره وقمنا نتكلم قدام الناس في امور تخص الدوله يا اخوي. شفت شلون؟ يعني انا هذه واحده من النقاط اللي كنت بقولها. يعني انا ما ادري، يعني صعب اني اكون رسمي. انا متعود اني لما اكلمك صح، وضع حبي ضغاط، اقول لك انا حمدون، يوم بقول لك ابو خليفه باللايف. توك قاعد اقول لك بروكت، انا اقول بروكت، انا اقول شلون الحين قاعد اقول بروكت. عادي عادي، سهلات يعني، يا سهلات. بعتمد. بس يعني بحاول نكون ان شاء الله يعني رسميين. انزين، انا لا لا، بس ما نبي رسمين، والله ما نبي لا لا، رسمين مو لايف. رسمي، مو رسمي يعني، سهلات، مو قصدي رسمي وايد. بس يعني ما راح اقول لك احمد، بقول لك ابو خليفه. اللي تعمل فيه فهذا شيء. الشيء الثاني، انت قلت لي في اكثر من شغله بتسويها. انا ترى يعني شرفني ان اول مره اطلع لايف معك، ترى يعني ما يا طلعت لايف بعد، من قبل بالانستغرام انا، فاول مشكور تجربه مشكور لايف معك. ف مشكور مشكور. زين، انت قلت لي بالسيتنجز ما ادري ايش كنت بتسوي، فانا ترى مو خبره، فما شفت ادري الكومنتس تحت؟ شنو انزين. في ثلاث نقاط موجوده شيء مثل سيتنج، اوكي، دق عليها وطق تيرن اوف ايوه، كومنتس عشان نقدر نركز في اوكي، موضوعنا، لان موضوعنا اليوم وايد مهم. انزين، نبلش الحين. اول شيء، ويانا براك الغربلي، دكتور براك الغربلي، عضو هيئه تدريس في جامعه الكويت في كليه العلوم الاداريه في قسم الاداره العامه. تخصصك الدقيق ميزانيات الدول، ولا ميزانية الدولة، ولا الميزانية بشكل عام؟ تخصصي إدارة ميزانيات حكومية. إدارة ميزانيات إدارة حكومية. ميزانيات حكومية، governmental جميل، budgeting and public finance. حلو حلو. زين، فموضوع الساعة براك الحين، آخر 3 4 أيام، الموضوع اللي الكل قاعد يتكلم فيه. احنا استوعبنا الموضوع الصحي مع كورونا، وأول أسبوع أسبوعين كله قاعد يتكلم كورونا كورونا كورونا، وما نعرف الفيروس. تعرفنا على الفيروس، وان شاء الله ما نتعرف عليه يعني شخصيا. تعرفنا على الفيروس من الناحيه العلميه، الحين موضوع جديد، الدين العام وميزانيه الدوله ومش عارف ايش. هل لان احنا الحين يعني 1/4 بدايه السنه الماليه، عشان كذي الموضوع صار يعني على قولتهم حديث الساعه، ولا لان الكورونا وما عندهم فلوس في التليفون؟ بس عموما عندنا وايد اسئله بروك، عندنا صدق وايد اسئله على الميزانيه. فإذا تقدر تبلش قبل لا نبلش أي شيء، نبي نعرف شنو الميزانية وشنو ميزانية الدولة عشان نبتدي بداية صح، يكون الكل عارف بداية، يكون الكل عارف الميزانية ونبني عليها. خوش خوش، يعطيك العافية. أول شيء أنا قبل لا أبلش بشكل رسمي وأجاوب السؤال، بس بتأكد أخوك وصل لك سلام اليوم؟ أي أخو، أي عزوز، أي آه عمر. أوكي. أنا اليوم سبحان الله يعني أصبح على عيال شيدان، والحين أمسي معاك هم ولد شيدان. ما شاء الله، على الغدا، الله على الغدا، يحفظكم إن صح. شاء الله ويبعد عنكم عن كل مكروه. بعد إنزين، بعد نرجع حق موضوعنا. فأنت بدايتك وايد حلوة وايد مهمة، اللي هي شنو الميزانية. أنا يعني هم كنت ناوي قبل لا أبدأ أن أتكلم، عشان كلنا نكون بنفس الصفحه، عشان لما ابدا اتكلم مو واحد فجاه يصير بباله ان شو المقصود بالكلمه الفلانيه. بحاول اعرف الاشياء الرئيسيه، بعد ما نعرفها عشان كل واحد يكون يعني بنفس الصفحه، بنطلق بالحكي وراح ارجع حق الاسئله الثانيه اللي انت قلتها. هل لان بلشت السنه الماليه؟ يعني انت قلت سنه ماليه، في ناس ما تعرف شيء عن سنه ماليه، عرفت؟ فلهذا راح ابدا اتكلم عن اهم المصطلحات الرئيسيه بعالم الميزانيات، وبعدها ان شاء الله راح ننطلق وندش بموضوع مدى تأثير فيروس الكورونا على الميزانية، وشلون هذا الشيء دفعنا حق موضوع اللي صاير حديث الساحة، اللي هو الدين العام أو قانون الدين العام اللي مطروح اليوم في يعني الساحة السياسية. تمام؟ فأول شيء قلنا راح نبدأ بالميزانية. شنو يعني ميزانية؟ الميزانية بكل اختصار هي خطة مالية حق المؤسسة، سواء دولة سواء شركة أيا كان. خطة مالية حق المؤسسة. لما نتكلم عن خطة فاحنا قاعد نتكلم عن شيء في المستقبل. تمام؟ فأنت تحط لك خطة مالية، الخطة هذه تنقسم من قسمين رئيسيين، جانب
ايرادات اللي هو كم بتدخل انت فلوس، وجانب مصروفات اللي هو المصاريف اللي انت متوقع انك تصرفها او شلون بتستخدم الايرادات اللي انت قاعد تدخلها. تمام؟ انزين، الميزانيه عاده مرتبطه بسنه ماليه، مثل ما احنا عندنا سنه ميلاديه، سنه هجريه، في شيء اسمه سنه ماليه. السنه الماليه اللي هو الوقت اللي يبلش فيه العمل في الميزانيه اللي انت حطيتها. شفت الخطه الماليه اللي تكلمنا عنها اللي هي الميزانيه؟ انت خطه حطيتها للمستقبل، تبدا تطبقها مع بدايه السنه الماليه. السنه الماليه بالكويت تبدا في يوم 1 ابريل، وهي سنه كامله، فتخلص في يوم 31/3. تمام؟ لهذا السنه الماليه يرمز لها بسنتين، يعني السنه الماليه عاده سنه 2021، لان انت تبدا ب 20 بس تخلص ب 21 او سنه 19/20. ايوه تمام. فهذه السنه الماليه. انزين، بالعالم كله ولا بالكويت؟ لا، كل يعني كل دوله في العالم السنه الماليه مختلفه. يعني امريكا مثلا السنه الماليه تبدا عندهم في يوم 1/10. اوكي، بالكويت 1/4. حلو، بالكويت 1/4. تمام، وكل دوله بيكون الوضع مختلف. يعني الحين نروح حق نرجع حق الميزانيه. فلنفترض احنا قلنا قسمين، ايرادات ومصروفات، عدل؟ اذا المصروفات زادت على الايرادات، يعني انت صرفت اكثر من ما دخلت، يعني اذا ايراداتك 10 مليون ومصروفاتك 11 مليون، هذا شو نسميه؟ عجز. هذا نسميه عجز. كم العجز؟ قاعد تبرك الطاوله. ما عليه سوري. العجز تقريبا 1 مليار. ليش قلنا 11 مليار مصروفات، 10 مليار ايرادات، فالعجز 1 مليار. حلو، اعكس الآية، اذا الايرادات زادت على المصروفات يصير عندك فائض. حلو، خلينا نبسط. احمد الشيدان، خلينا نفترض انت واحد من الناس معاشك 1000 دينار. حلو، وخلينا نفترض انت ميزانيتك على شهر، لان معاشك شهري فانت تحط الميزانيه على شهر. اذا معاشك 1000، لما انت تصرف 1100 انت صار عندك عجز 100 دينار. حلو، تمام. ليش انا وضحت هذا كله وذكرت وايد امثله؟ لسبب واحد، وايد ناس لما تقول له عندي عجز او الكويت عندها عجز، عباله معناته الكويت فلست. انت الحين احمد الشيدان قلنا معاشك 1000، صرفت 1100، انت بحسابك يمكن مليون دينار. صحيح، انت فلست؟ ما فلست. اوكي، فلهذا الشيء انا حبيت اوضح شنو معنى العجز، لان وايد ناس فاهمين موضوع العجز غلط. اوكي، فالعجز معناته انك تفلس. لا، العجز مو انت مفلس، العجز مصروفاتك زادت عن ايراداتك في السنه الماليه الوحده. حلو، تمام. فهذا اكبر لغط. لو تبطل تويتر وتكتب ميزانيه عجز راح تشوف بلاوي، في سوء فهم لكلمة العجز. تمام؟ فالحين المصطلح الأخير اللي بعده بنطلق بالكلام. أنا توني قلت الميزانية هي خطة مالية، فالأرقام اللي فيها أرقام مستقبلية، فهي تنبؤات مو أرقام صجية. أنت قاعد توقع شنو بيصير في المستقبل. تمام؟ فهي حتى يسمونها فوركاست. تمام؟ زين، بما أن الميزانية فيها فوركاست، أنا شلون يعني العجز اللي فيها مو صجي. حتى وايد ناس بالنقاشات يقول لك ترى العجز دفتري، العجز ورقي، عجز غير حقيقي. يعني مسميات مختلفة. انزين، وين العجز الحقيقي؟ وين يطلع؟ انت قلنا الميزانية تحطها قبل بداية السنة المالية، تبدأ السنة المالية تشتغل وتطبق هذه الخطة. لما تخلص السنة المالية تسكر السنة المالية وتطلع شيء اسمه الحساب الختامي. الحساب الختامي للدولة، الحساب الختامي يحط لك الأرقام الحقيقية، يعني كم احنا صرفنا. وعادة يقارنون أرقام الحساب الختامي بأرقام الميزانية. تمام؟ فأنت لما يقول لك واحد ماكو شيء اسمه عجز، لا، لما تطالع العجز اللي بالميزانية، الميزانية صح عجز ورقي دفتري أو whatever you wanna call it عادي، ولكن العجز اللي في الحساب الختامي هو عجز حقيقي. حلو، تمام؟ حلو. فيعني سالفة أن هذا عجز دفتري، عجز مو صجي، لا، هذا الكلام هو فعلا دفتري بالميزانية، بس الحساب الختامي هو عجز حقيقي. حلو، فالعجز الدفتري مال المستقبل ممكن يصير حق المستقبل، العجز الحقيقي لما تسكر السنة اللي طافت بعدين تقدر تقول ترى أنا صدق عندي عجز تقريبا. بس هي مو كذي، بس لأن هو ليش عجز مو صدق اللي بالميزانية؟ لأن أنت حطيت تنبؤات، أنت ما تدري شنو بيصير بالضبط. أوكي. أرقامك قد تكون قريبة بس هي مو نفسها بالضبط، فوين تعرف الرقم يعني بالدقة؟ تعرفه بحساب الختام. حلو، لما تسكر، لأن أنت ما راح تعرف كم صرفت إلا بعد ما تخلص السنة المالية كلها. شيء طبيعي بديهي. عرفت؟ بالضبط، هذا هو، فأمر بديهي، بس في سوء فهم لكلمة العجز، وهذه المشكلة. وايد ناس تتساهل فيها، لأنه يقول لك لا دفتري مو صجي، لا، مو مو
مو دفتري، هو عدس حقيقي لما يكون في الحساب الختامي. تمام؟ هذه البيسكس او المقدمه اللي حبيت اقولها عشان الحين ننطلق بالموضوع على راحتنا. جميل جدا. حلو. انزين، دام انت ذكرت العدس وذكرت ان الموضوع كلمه العدس قاعد تزيد، احنا عندنا عدس دفتري، نتفق على هالشيء؟ ايه، مع حق السنه الجايه لما اكتبوا الميزانيه في عدس دفتري، هل في عدس حقيقي من السنه اللي طافت؟ ايه لا انا جايك. يلا روح. جايك انا مذهب يعني هذا الجانب من الاشياء اللي بتكلم عنها. اذا ما الحكي استرسلت ونسيت هالنقطه انت ذكرني. حلو بس انا ما بيحرق، في تسلسل حاطه ببالي. اوكي، النقطه اللي بعد بعد الميزانيه خلصنا المقدمه، الحين خلنا ندش ميزانيه دوله الكويت. الدوله العاده تعلن عن الميزانيه يعني الرسميه للدوله تقريبا شهر واحد شهر اثنين، فاحنا قبل شهرين تحديدا يوم 15 او 16 واحد وزارة المالية طلعت وحطت وعرضت الميزانية المقترحة اللي تكون الميزانية الرسمية للدولة. تمام؟ تاريخ تقريبا قلنا 15 واحد، 15 واحد كورونا موجود بالصين بس ما وصل للعالم. 15 واحد احنا بالجامعة قاعد ندرس كمان دراسة يمكن لي يوم 21/2. ف 15 واحد كل شيء بالميزانية على افتراضنا الأمور طبيعية. تمام؟ الأمور طبيعية ماكو أي شيء. هوش؟ انزل الميزانيه كانت تعكس عجز قيمته 9.2 مليار دينار كويتي. 9.2 مليار دينار كويتي. انت الحين كل يصير فيك لحظه 9.2 معاشات حكومات. لا مو كذي، لا هذا رقم كبير مو كبير. انت ما تعرف الميزانيه ما راح تعرف، يمكن يكون رقم صغير. صح. تمام. ايرادات الدوله تقريبا المتوقعه خلال السنه اللي هي 2020 2021 تقريبا 13 مليار اذا ما خانت الذاكره، يعني انا الجدول موجود يمي بس ما ابي اطالعه بطل كلام. 13 مليار. حلو. فانت لما تقول لي 9.2 هذا رقم وايد كبير. الاهم من هذا كله اللي اكد على حجم هذا العجز لاي درجه هو كبير، كونها ميزانيه. الحين هذا سؤال لك، انا ما احب اسال بروحي، فكونها ميزانيه فهذا عجز حقيقي ولا دفتري؟ هذا عجز دفتري. صحيح، مركز معي. لا احنا قلنا العجز يكون يكون العجز الحقيقي يكون 9.2. انا بفترض خلصنا السنه الماليه ب 9.2 فصار عجز حقيقي. او تتحقق ال 9.2 هذا يكون اكبر عجز بتاريخ دوله الكويت. حلو. من ما بلشت الدنيا لليوم. لا لا، هذا قبل كورونا. هذه الميزانيه 15/1 فانا جايك. بس لك سؤال عن تاريخ دولة الكويت. ليش يقولون أكثر قيمة ولا حتى أوكي صبر ثواني، لما يقول لك أكبر عجز في تاريخ دولة الكويت حتى مصاريف السنة طافت كانت أكثر مصاريف، إيرادات كانت أكثر إيراد، لا إيرادات ما كانت أكثر إيرادات صح؟ لا ما كانت أكثر إيرادات. أوكي معناته مو كل سنة راح تصير أكثر من السنة اللي طافت، مو معناته. شوف أو سؤالي بمعنى ثاني، كل السنين اللي طافت العجز قاعد يزيد ولا في مره وصلنا عالي بعدين نزلنا بعدين عالي بعدين نزلنا؟ شوف يعني ناخذها حبتين. اول شيء الوضع الطبيعي بالميزانيه المصاريف تزيد. حلو. ليش المصاريف تزيد؟ السكان قاعد يزيدون، يحتاجون خدمات اكثر. فطبيعي انت بتكبر مع الميزانيه. حلو. اوكي؟ هذا قصدي. من ناحيه ايرادات، اي من ناحيه ايرادات حسب طبيعه الميزانيه، احنا بالكويت ميزانيتنا متعمده على شنو؟ نفط. معتمد على نفط، فانت اللي حدد لك وضعك بالميزانيه من ناحيه ايرادات سعر برميل النفط. حلو. ارتفع برميل النفط انت امورك طيبه، ايراداتك ارتفعت. نزل شو يصير فيك؟ ايراداتك تنزل. تمام. حلو. واحنا جايين ترى جايين، عرفت؟ بس انا قلت اجاوب سؤالك، فخلنا نرجع حق التسلسل اللي تو قلنا 9.2 لو تحقق، هذا قبل الازمه، لو تحقق هذا اكبر عجز بتاريخ دوله الكويت. حلو. اوكي. 9 مليار. مشت الايام او قبل لا تمشي الايام بوضح نقطه. تو احنا قلنا الكويت معتمده على النفط صح؟ صحيح. انزين الميزانيه هي عباره عن تنبؤات فوركاست، فالحين يجي السؤال شلون الحكومه تسوي التنبؤات هذه؟ شلون تسوي الفوركاست؟ كل دول العالم حسب طبيعه ميزانيتها تسوي الفوركاست بطريقه مختلفه. التنبؤ هذا يكون بطريقه مختلفه. احنا مثل ما قلنا الكويت معتمده على النفط، فالكويت تحاول تتوقع كم بيكون الافرج مال سعر برميل النفط
خلال السنه الماليه القادمه. اوكي؟ طبعا سعر النفط يتغير كل يوم، يعني يوم 17 يوم 20 يوم 50، تمام؟ فهو يحاول يتوقع الافرج كم بيكون بالضبط ويحسب ميزانيته بناء على هذا الافرج الرقم. اوكي حلو. يعني هو والكويت يعني عندها رقم معين تنتجه باليوم من ناحيه براميل النفط، لان الكويت في اتفاقيه بينها وبين الدول المصدره للنفط ان مثلا تنتج باليوم، خلينا نفترض 2 مليون برميل نفط او 3 مليون وتبر يعني. حلو. اوكي، فانت بالنهايه عن طريق حسبه معينه، معادله بوزاره الماليه ما ادري اشرحها، بس انت تحاول تحسب كم بتكون ايراداتك بناء على سعر برميل النفط. زين، ولكن نقطه هذا كله قلته لنقطه رئيسيه، اي ميزانيه في العالم، اي دوله في العالم لما تسوي ميزانيتها تحاول تكون متحفظه بشكل وايد كبير. ليش تكون متحفظه؟ لان انت لازم تذهب حق الورست كيس سيناريو. انت تدري العالم كل يوم يتغير، تمام؟ لانه قاعد يتغير لازم تتوقع ممكن يصير ازمه، ممكن يصير شيء، فانا لازم اذهب حق الورست كيس سيناريو. فلنفترض الكويت متوقع سعر برميل النفط يكون في السنه الجايه 70 دولار. بتحطه بالميزانيه 70؟ لا، مفروض اقل. ما بالضبط، يمكن تحطه 60. حلو، تمام. فالكويت الميزانيه اللي تعرضوها اللي كان العجز فيها 9.2 اللي هي ميزانيه سنه 2021 او 2020 2021، سعر برميل النفط المتوقع فيها كان 55 دولار. اوكي، متحفظ. ركزوا على 55. اي توني بقول سعر البرميل في ذاك الوقت كان تقريبا 65 تقريبا. صاعد نازل تقريبا 65، بس حطوا بالميزانيه 55. فانت 9.2 بتحفظ، حتى طبيعه الميزانيه لو تبطل ميزانيات الكويت السابقه والحساب الختامي راح تشوف الوضع الطبيعي، طبيعي في اوتلايرز بس الوضع الطبيعي العجز في الميزانيه اكبر من العجز في الحساب الختامي. يعني اذا انت متوقع عجز 9 مليار بالحساب الختامي يمكن يكون 7 مليار او 6 مليار لان انت كنت متحفظ في الميزانيه. عامل حسابك بس اي انت عامل حسابك، بس هذا على افتراض الامور مش الطبيعيه. حلو، اوكي. انزل الحين خلينا ندش بكورونا. حلو، طلع فيروس كورونا انتشر بالعالم. وصلنا شهر 2، نهايه شهر 2، واحنا بنص الاجازه، اجازه العيد الوطني. الكويت فجاه اعلنت ان الدوام راح يوقف. قبل الكويت وايد دول موقفة الدوام، انتوا شفتوا يعني محلات سكرت، مطاعم سكرت. احنا بالكويت يمكن مو دوله منتجه، ما عندنا وايد مصانع شويه، فما نفكر فيها من ناحيه مصانع، بس في دول صناعيه معتمده على المصانع، المصانع سكرت. صح. المصانع شنو فيها؟ فيها مكاين، المكاين تشتغل على شنو؟ نفط. نفط وبنزين. وتبر مشتقات النفط. اوكي؟ سكت المصانع، الطلب على النفط، الديماند على النفط نزل. صح. اوكي؟ صار في نفط كميه انت تنتجها كل مره بس الطلب عليه اقل، شو يصير فيه؟ قل سعره ينزل. بالضبط. اجتمعوا الدول المصدرين للنفط، حبوا يقللون نسبة الانتاج. أنا قلت لك في اتفاقات بينهم. صار في خلاف، ما داعي نفصل، صار في خلاف. روسيا وسعودية. ما راح أذكر يعني روسيا وسعودية تقريبا، ما له داعي نذكر، بس إنه أوكي. أنا العادة أكون دبلوماسي. أذكر بس قلت ما له داعي أذكر، قلت خلنا نذكر. أوكي. حلو. دول بين دول. أيا كان مو مشكلة، خلاص قلتها يعني ومسجل هذا. عموما عادي. صار في خلاف، فلما صار الخلاف بعض الدول قالوا تدري شلون، دام ان احنا مو متفقين بزيد انتاجي. فانت غير ان الانتاج كان زياده عن حاجته، زدت الانتاج زياده، زدت السبلاي بالسوق زياده، فهذا عامل ثاني زياده. اوكي، ف يعني انا قاعد احاول اتاكد بس ان انا ماشي بالترتيب صح. اوكي ممتاز. انا عندي تعليق واحد بس. انت علم. شاحن السماعات ولا شاحنهم في ان شاء الله انه طول ما ادري. اوكي، لا تكفي ساعه، لان قبل فتره كذي كان عندي ضيف ومش شاحنهم وراح اللقاء. اوكي مو مشكله، ان شاء الله خير. ننزل إيه. كم سعر برميل النفط اليوم؟ 25 شيء 27. لا قريب انت بس اقل. شوف سعر برميل النفط اليوم انت تتكلم بين 20 22، تمام؟ قبل يومين ثلاث كان سعره 17.
حلو. كم شنو الورست كيس سيناريو مال الكويت اللي حطته؟ 55. يعني انت نزلت اكثر من نصه. نص ال 55 27 ونص. انت وصلت 17 وانت الحين خرجت ال 20 21 22. يعني العد شو يسوي؟ يدوبل بدل 9 تصير 18. هذا افترضنا ان المصاريف قلت او المصاريف مثل ما هي. صارت ازمه، الحكومه قاعد تجني، الحكومه قاعد تشتري اجهزه، الحكومه قاعد تسفر، الحكومه قاعد تدفع مبالغ خياليه. ايش صار المصاريف؟ تدوبلت. انزين، فشنو ال 9.2 لو صايره كانت اكبر عجز بتاريخ الكويت. انت الحين قاعد تقول تدوبل. شوف انا مو قاعد اجاوب، قاعد اخليك انت تسولف. ها العجز الحساب الختامي راح يصير حار وايد، ما يقدرون يسكرون الكتاب. 20 مليار يعني بيكون بالضبط. فالتسلسل جايك الحين. انزين، انا سويت، يعني انا قلت لك اعرف معادله وزاره الماليه، فانا سويت فوركاست من عندي وافترضت فرضيه مو صجيه، اللي هي افترضت ان المصاريف بتقعد مثل ما هي، يعني ما زادت. زين، وحطيت اكثر من سيناريو. حطيت سيناريو سعر برميل النفط يكون فيه 17 دولار، سيناريو يمكن 35 30 45، انا متفائل بالارقام هذه الاخيره. سيناريو ب 17 العجز يوصل فيه تقريبا 19 مليار دينار كويتي. 19 مليار دينار كويتي. دينار كويتي. كم الميزانيه المصروفات؟ شنو قصدك كم الميزانيه؟ المصروفات 22.5 اللي حطوها بالميزانيه 22.5 مليار دينار كويتي. يعني انت بتقول لي ان انا بصرف 22 مليار دينار بس النفط اللي بعته السنه كامله، السنه كامله جاب لي 3 مليار؟ لا، جاب لي اي 3 مليار. 3 وشوي 4، قريب ل 4، قريب ل 4. يعني انا قاعد اصرف 8 مرات اوكي، وايد وايد قاعد اصرف وايد اكثر. لا لا، رقم كبير. والمشكله ترجع لسنين ورا، فما له داعي الحين. هذا خلينا نكمل التسلسل عشان يعني نحاول نوصل رساله شوي شوي. بس انا تعمدت اسالك هذا الاسئله عشان الواحد بروحه هو يحاول يستوعب مدى حجم العجز اللي احنا مقبلين عليه. وللعلم زين، جت بالي فكره او نقطه ما كنت بقولها. العجز، وجود العجز لا يعني انه خلاص نهايه الدنيا. ترى كل دول العالم عندهم عجز سنوي في الميزانيه، ولكن العجز المفروض ما يكون كبير وايد، والعجز المفروض ما يستمر وايد سنوات. لما يصير عندك عجز عادي سنه سنتين ثلاث مو مشكله. امريكا، فرنسا، بريطانيا، المانيا، فكر كل الدول، انا قلت الدول لان دول يعني عظمى وكبيره، مع ذلك عندها عجوزات سنويه وتستدين بشكل سنوي. اوكي، وجود العجز مو قضيه كبيره وايد، ولكن لما يكون عجز وايد كبير بهذا الحجم لا، هذه مشكله. ولما يكون عجز حتى لو كبير بس يستمر سنوات وايد، هذه مشكله. وبعد شوي راح نتكلم ليش هذا. تمام، حلو. انا ما وصلت يمكن ربع الموضوع، وصل لنا الساعه، فاقول له وما عليك. انا قلت لك بس اسمع، ما راح اتكلم، انا ما راح اعلق، روح. اوكي، هل عجز الكويت مؤقت؟ احنا اليوم هذا يرجع حق سؤالك اللي تو سالتني اياه، هل احنا اليوم دشينا بالعجز بسبب كورونا؟ لا، احنا داشين كورونا ولا غيره. لا ادري، بس تسالتني في البدايه الكويت السنه اللي طافت عندها عجز. ايه، قلت لك برد عليك تعال. ايه، قلت لك جايك، فكان جيتك. زين، حلو. إيه؟ الكويت من السنه الماليه 2014 2015 حققت عجز، وما زالت من ذيك السنه لليوم كل سنه ماليه بعدها عندها عجوزات. يعني 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 ما تسكرت، ما زلنا نشتغل فيها بس فيها عجز. و2021 اللي اعلنوا عنها بيكون فيها عجز قياسي. سبع سنوات عجز متتاليه عندك عجز. يعني اللي ييك ويقول لك الكويت الفوائض، ما فوائض، احنا الوضع الطبيعي بالكويت فوائض، صح. قبل الكويت، قبل 14 15 الوضع الطبيعي بالميزانيه ان عندك فائض سنوي. اليوم الوضع الطبيعي بالميزانيه صار ان عندك عجز سنوي. حلو، سبع سنوات متتاليه عندك عجز. يعني الوضع الطبيعي شنو صار؟ عجز. حلو، زين، انا الحين عشان ابين لك ليش بدات المشكله هذه. 14 15 شنو صار تذكر؟ سعر في عدد النفط. صار سعر النفط طاح، صح؟ طاح وايد. يعني شوف العالم كله عانى متى؟ 2008 2009 وقت الازمه الاقتصاديه، واحنا مرتاحين كنا.
احنا فائض بالميزانيه امورنا طيبه يعني، تاثرنا الصادة تاثر بس القصد لان معتمدين على النفط ما تعورنا كثر باجي. صح صح. متى تعورنا بالعكس؟ لما طاح سعر برميل النفط، وهذا يبين لك اكبر خلل بالميزانيه. انت دوله بمؤسساتها بقياداتها بالكوادر بقوتها بكل شيء معلق مصيرك برميل النفط. صعد انت بخير ونعمه وامورك طيبه، طاح كان اليوم طايح السعر. شوف الكل قاعد يسولف ازمه وقانون دين عام اقتراض، فالموضوع مو بسيط. تمام. مثل ما قلنا يعني، واللي يبي ارقام رسميه يعني شاءت الصدفه ان اليوم ينزل لي مقال بالجريده. المقال فيه جداول، واحد منهم حاط يعني عجز او فائض الكويت في العشرين سنه ماليه السابقه. يعني حاط اذا عجز او فائض بكل سنه ماليه وشخص. اخضر 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 احمر احمر. ايوه كله خضر الى ان وصلنا ل 14 15 صار كله حمر. تمام. عشان الواحد اللي يشوف الارقام الحمد لله اخذها يعني، يعني الواحد ما يبي يرفع بنفسه بس يعني الاقبال كان الحمد لله وايد. صح صح. عموما فالوضع الطبيعي الحين صار عجز، واللي يبي ارقام العجز الدقيقه روح حق المقال. وين تحصل المقال؟ انا حاطه بتويتر مالي او حتى بالانستغرام يعني. اوكي. النقطه اللي بعدها، واحدة من المشاكل اللي بتصير، انت اليوم قاعد يناقشون قانون الدين العام، سواء وافقت عليه الحين او بعدين، سواء اقترفت اليوم او لا. اذا ما اقترفت اليوم بعد سنه سنتين راح تقترف انت. حلو. انت الكويت حاليا ماكو اي خطه واضحه ان احنا شنو بنسوي، فانت على ما تحط خطه على ما تبدا تطبق والنتائج تاخذ وقت على ما تطلع. فانت اذا ما دشيت اليوم بعد سنه سنتين مع الوقت راح تاخذ، راح تدش بالاقتراض راح تاخذ دين. اوكي. شنو المشكلة هني؟ المشكلة ان انت بيزيد عندك بند مصروفات جديد. انت لما تاخذ دين بالكويت تشتري سيارة شو يصير عليك؟ اقساط. اقساط. المشكلة بالاقساط، انت هل عندك كنترول على الاقساط؟ لا فيني. بالضبط. انت فيك لازم تدفعها. انت ما تيجي تقول والله بقلل مصاريفي بقلل اقساطي، لا ما تقدر تسوي هذا الشيء. اذا بتسويه انت راح تضحي باشياء على المدى الاطول يعني. فلهذا انت الحين في بند ما كان موجود او كان موجود صغير في الميزانيه راح يبدا يكبر. لهذا اقول لك العجز مو مشكله بس استمراره مشكله، لان اذا استمر العجز قرض ورا قرض ورا قرض ورا قرض ورا قرض ماساه صارت. راح تلقى 20% من مصاريفك رايحه على القروض، يعني فوائد القروض وسد من الدين اللي عليك، وبعدين تفكر شلون بصرف الباقي. فلهذا هذه مشكله. انزين الحين راح نكمل نسترسل، بس قبل لا استرسل زياده بشرح الفرق بين شغلتين. اي واحد لو يبطل الجرايد اليوم او حتى يحب موضوع الميزانيات من قبل، سامع اكيد بشغله اسمها صندوق الاحتياطي العام، وسامع بشيء اسمه صندوق الاجيال القادمه. صندوقين عندنا. اوكي تمام حلو. صندوق الاجيال القادمه وصندوق الاحتياطي العام. كانوا ثلاثه براك ولا هم اثنين بس؟ شوف في وايد كلام بالاعلام زين. في صناديق تخص مؤسسات خاصه في الكويت، عفوا يعني حكوميه بس صندوق خاص بالمؤسسه. حلو تمام. البعض يقول انه وكان هذيل تبع الدوله بشكل مباشر، هم تبع الدوله بس مو بشكل مباشر، بس في كلام احتمال يسحبون اللي فيهم، طلعهم من الحسبه لان هذا مو الوضع الطبيعي. حلو. عرفت الطبيعي انت عندك صندوقين، احتياطي عام وصندوق الاجيال القادمه. اوكي حلو. شنو صندوق الاحتياطي العام؟ صندوق الاحتياطي العام اول شيء هو صندوق تاسس في سنه 1953. حلو. هو اي لا من زمان. هو اللي تتم لا جايك انطر. الاحتياطي العام هو المكان اللي تجمع فيه فوائض دوله الكويت. الحين الكويت انت مو قلنا صار عندك فائض، وين تحطه؟ تحطه بصندوق الاحتياطي العام. ابسطها لك، انت احمد الشهدان عندك معاش زادت فلوسك، وين تحطها؟ سويت لك سيفنجز اكاونت على جنب. صح. اوكي. فالاحتياطي العام كنا هو السيفنجز اكاونت مال الكويت. سهل تاخذ منه الكويت، مو صعب الوصول له، سهل. مثل ما انت لما يكون عندك سيفنج اكاونت تبي تسحب منه تسحب. الوضع الطبيعي تاخذ من معاش، عفوا من الراتب، من حساب الراتب. صح. بس ما كفى، زادت مصاريفك، عجبتك ساعه، عجبتك وتبر، تبي زياده، عندك سيفز اكاونت. تمام.
فهذا الاحتياط العام. بعدين عندنا صندوق اجيال قادمه. شنو صندوق اجيال قادمه؟ هذا صندوق سيادي تاسس في سنه 1976 ورقم قانونه 106، فهو يقول يعني قانون 106 في سنه 1976. شنو فكره صندوق الاجيال القادمه؟ تاسس طبعا في عهد الشيخ جابر الله يرحمه، ويعني واحده من اكثر الشغلات اللي دائما يذكرونها يعني نقاط الايجابيه حيل اللي سواها الشيخ جابر هو تاسيس هذا. ليش 76 قانون رقم 106 في سنه 76 كان رئيس مجلس الوزراء حزتها؟ ماني متاكد، احرجتني بالسؤال. اي لا هو 77 صار الامير. اي ماني متاكد عليه. ف اوكي حلو، هو اللي سوى صندوق احتياط صندوق الاجيال القادمه. صندوق الاجيال القادمه حلو حلو. إيه؟ شنو فكره صندوق الاجيال القادمه؟ صندوق تاسس وفكرته الرئيسيه شيء واحد. احنا اليوم بالكويت، انت درست برا وعارف الشيء اللي بقوله، احنا بالكويت اليوم عايشين بخير ونعمه، يعني كل الناس يتمنون يكونون موجودين بالكويت او جنسيته كويتي. تمام؟ شلون انا اضمن هذا الشيء يستمر حق عيالي وعيال عيالي واحفادي واحفادهم واحفادهم؟ احنا اللي معيشنا بالخير حاليا شنو الشيء الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى؟ جاوبني. النفط. النفط. النفط مستمر للابد؟ لا، ممكن يخلص باي وقت، والاهم من هذا كله يمكن ما يخلص، بس يمكن يطلع بديل عنه تصير قيمته رخص اطلاق. صح. احنا اليوم النفط ما زال شيء مهم وواصل سعره 17 دولار. ف يعني اذا طلع بديل عنه عادي يوصل اقل من 10 يعني خرده. صح صح صح. تمام؟ فلهذا اسسوا هذا الصندوق، قالوا احنا نبي حتى عيالنا وعيال عيالنا واحفادنا وكلهم يعيشون بخير مثل ما احنا عايشين بخير اليوم، لهذا سموه صندوق الاجيال القادمه. حلو. وقت التاسيس حطوا عليه قانون، هذا الصندوق سيادي لا يمس، فلوس انت عندك موجوده بس هذه لا تمس الا بقانون. شنو يعني بقانون؟ يعني لازم المجلس يوافق والحكومه، تطلب والمجلس يوافق انه تسحب من هذا الصندوق، بس انت ما تقدر تروح لاي وقت. نرجع حق احمد الرشيدان. حلو. احمد الرشيدان قلنا عنده حساب الراتب وعنده سيفنجز اكاونت. فكر صندوق الاجيال القادمه، وديعه حاطها لك ابوك. حلو. حاطها لك ابوك، يعني انت ما تقدر على كيفك تروح تسحب منها. صح. لازم تروح تقنع ابوك عشان تاخذ منها. عشان اوصل له. موضوع مو سهل. موضوع مو سهل. تمام؟ الخلاصه صندوق الاجيال القادمه صعب تفتحها، جدا صعب تفتحها. الاحتياط العام موجود. الاجيال القادمه بشكل سنوي 10% من ايراداتك تدش فيه. يعني اذا انت الكويت دخلت 10 مليار، 1 مليار لان 10% من 10 مليار 1 مليار يدش في صندوق الاجيال القادمه. عجز مو عجز ما له شغل. ما يهم ما يهم. عجز فائض ما يهم. تمام؟ وفي بعض السنوات حطوا فيه اكثر من 10، انا كان فائض وايد كبير فحطوا فيه مبلغ اكبر او التحويل كان اكبر. تمام؟ فشنو النقطة الحين؟ صندوق الأجيال القادمة المبالغ اللي فيه وايد كبيرة، أنت تشوفها بس ما تقدر تقيسها. يعني طبعًا للأسف ماكو شفافية بالكويت واضحة، فما نعرف الأرقام بالضبط، بس في أرقام موجودة بالإعلام يقدرون تقريبًا اللي فيه 200 مليار دينار كويتي، هذا مبلغ وايد كبير. وايد كبير. قلنا ميزانية الكويت حجمها تقريبًا 20 22 ونص. تمام؟ بس برجع حق شوية هذا بالربع، شلون قلت كبير؟ لا هذا مبلغ يعتبر وايد كبير، لان هذا مبلغ انت حاطه على جنب ما تجيسه، الدول ما عندها هذا الشيء. ايه انت عندك بالضبط، وانت عشر ميزانيات اذا انت ما دخلت ولا دينار يعني. ايه اوكي صح. عرفت؟ فبس نرجع حق النقطه هذه. انزين مثل ما قلنا فوائض السنين اللي طافت وين كانت تدش؟ الاحتياط العام ولا الاجيال القادمه؟ الفوائض. الفوائض كانت تروح احتياط العام. صح مركز والله كفو. المهم لا صح انت والله انا مهتم حق الموضوع، انت ما قاعد تقول لي شيء يعني والله قول لي عندك. ممتاز ممتاز وايد زين وايد زين. فلو بس انت قاعد تسمعني انا استمتع، فبس ما بالك انه في مستمعين، ف يعني شرفنا هالشيء. انزين وين راحت فوائد السنين اللي طافت؟ دشت صندوق دشت صندوق الاحتياط العام. فوايد ناس يسالون انزين انتم تقولون الحين عجز 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 عجز، زين وين الفوائد؟ ايش سويتوا فيها؟ تمام دشت الاحتياط العام، بس انا حتى هالشيء موجود في المقال اللي كتبته،
يعني كذي حسبة جانبية سويتها، حسبت كم توتال الفوائض اللي دخلتها الكويت خلال تقريبا 22 سنة اللي طافت، وكم توتال العجوزات. صحيح. تمام؟ ما لا ما شالتها كلها، بس اسمع الأرقام. الفوائض توتلها تقريبا 50 مليار دينار كويتي. خير. إنزين؟ إيه. العجوزات اللي حاشت الكويت خلال السنين اللي طافت، بالإضافة إلى العجزين المتوقعين حاليا، يوصلون تقريبا 40 مليار دينار كويتي. بالإضافة حق 9 مليار اللي الحين. بالإضافة إيه، حاسبها معهم. أنا بس حاسبها 9 لأن هذا الرقم المتوفر حاليا. تمام؟ فانت تقريبا الحين عندك يعني صرفت منها او بتصرف منها 40 مليار اكيد. زين، انت لما تحطها بحساب الاحتياطي العام ما راح تخليها كاش كذي قاعده، راح تستثمرها. ففي كاش شويه والباقي عباره عن استثمارات يسمونها حتى غير سائله. عرفت؟ قد تكون عقارات، قد تكون، يمكن يكون في استثمارات سهل يعني بيعتها سهله فيعتبرونها سائله، بس هو بشكل عام في جزء سائل وجزء غير سائل. تمام؟ الكويت خلال العجوزات اللي طافت تقريبا استنزفت اكثر، يعني الجزء الاكبر من الجانب السائل. تمام؟ انت الحين من الجانب السائل ما حد يدري كم بالضبط، بس مثل ما قلت الكلام اللي بالاعلام ان الرقم ما يطوف ال 5 مليار دينار كويتي. حلو. تمام؟ برجع لهذه النقطه تالي. حلو. بس الحين وضحنا الاحتياطي العام شنو؟ المبالغ اللي فيه مو كبيره، الأجيال القادمة شنو؟ والمبالغ فيه كبيرة وصعب الوصول إليها. صح. تمام؟ وضح الفرق بينهم. واضح. انزل. وين المشكلة؟ ها؟ أوكي أنا أسف. الطاولة. وين المشكلة؟ إحنا ليش وصلنا حق اللي وصلنا لليوم؟ هل إحنا قصرنا؟ هل الحكومة قصرت؟ هل المجلس قصر؟ كلنا قصرنا. خلينا نتكلم واقعية، إحنا شعب حالنا حال أي شعب بالعالم. كل شعب في العالم يبي يحاول قدر الإمكان يزيد من راتبه، يزيد من الإيرادات اللي قاعد يدش له، ويقلل من مصاريفه. تبي تستانس بحياتك، أمر طبيعي، مو بس بالكويت، في كل مكان بالعالم. تمام؟ فإحنا طبيعي دائما نطالب بأشياء زيادة، حتى لو أنت عندك خير تبي زيادة. إحنا بشر بالنهاية، هذا يشملنا الكلام، يعني هو القصد عن لا يشملنا كلنا. تمام؟ فلهذا إحنا جزء من المشكلة. بنفس الوقت الحكومة 2014-15 صارت عندك أزمة، نزل سعر برميل النفط. أنت شنو غيرت؟ ما غير شيء. ما غيروا شيء، شغلات بسيطة. يعني الشيء الوحيد اللي أذكره لو تذكر قللوا الدعم على البنزين. حتى يمكن قللوا قبل، ما أذكر صراحة بأي سنة صار، بس هذا الشيء اللي أذكره. يعني صار شوية تقشف، قللوا شوية مصاريف، مع الوقت نسى موضوع التقشف لأن سعر برميل رد صعد شوية، فقال يا معود تهلا تكمل. سنة ورا سنة ورا سنة ايش صار؟ الاحتياطي العام استنزف. الحين خلص الاحتياطي العام، ما بقى إلا شوية. أنت تتكلم عجز 9.2 قبل الأزمة، والكلام توا قلنا يقول لك إن الصندوق ما في يمكن حتى 5 مليار ما يوصل، الجزء السائل مو الاستثمارات، الفلوس تقريبا 5. معناته أنت وصلت مرحلة حاليا الاحتياطي العام ما يقدر يسكر العجز مالك. حلو. انت كان المفروض هذا الوقت تبدا اصلاحات، مو عيب تستغلهم، بس انت استغل الوقت. ايش يعني؟ انت على ما تسوي اصلاح سنوات على ما تتعدل الاوضاع. فكان المفروض انت تصلح وتستخدم هذه الفلوس، استنزف مو مشكله، بس استنزف وانت ناطر الى ان توصل لي 5-6 سنوات الامور تعدلت، خلاص ما احتاج اني افتح صندوق اجيال قادمه، ولا احتاج اني اروح اخذ دين. أنا عدلت نفسي بنفسي. صح. فهني المشكلة الأكبر. تمام؟ فهذا الشيء اللي دخلنا اليوم بموضوع الدين العام. حلو. وقانون الدين العام. أوكي؟ بس عشان نوضح شغلة، اليوم الكويت عندها عجز كبير، وقلنا الاحتياطي العام ما يقدر يسكر العجز. أوكي؟ فالكويت عندها 3 خيارات رئيسية. قد يكون هناك شيء رابع خامس إبداعي، ماكو مشكلة عادي. يعني في خيار زيادة ودي الشخص أي ويقوله، لأنه يعني أنا ما يبالي شيء. في خيار رابع يطرح، بس أنا بالنسبة لي هو خيار خطير، فأنا مو قاعد أحسبه بالحساب، بقول الخيارات بعد راح نفصل فيها. الخيار الأول صندوق الاحتياط العام، ناخذ اللي فيه كله، والجزء المو سائل نسيله.
خسارة. ما فصلت لي يعني. انا اقول لك هذا اوبشن موجود بعد شوي بفصل فيهم. حلو. اوكي الخيار الثاني ابطل صندوق الاجيال القادمه خلاص ابدا اخذ منه. حلو. الخيار الثالث اخذ دين من او شركات ومؤسسات. اوكي الخيارات وايد يعني، انا اتكلم على مستوى العالم يعني، يعني ترى الدين حتى ممكن انت احمد رشيدان تسلف الحكومه، الحكومه حلو. تصدر شيء اسمه سكوك. السند الصك اللي هو الجانب الاسلامي من السند. عرفت يعني اذا بتسوي سند اسلامي متوافق مع ضوابط الاسلاميه يكون هو الصك الاسلامي، بس هو اللي موجود في كل دول العالم طبعا يعني هو السند العادي. تمام فالسند ممكن تبيعه حق شركه، ممكن تبيعه حق بنك، ممكن تبيعه حق مواطن عادي، هي وسيله استثماريه يعني حتى في لها عائد سنوي لك. عرفت بس العاده العائد مال السند ما يكون وايد عالي لان الحكومه صعب انها تفلس، فهو يعني خيار استثماري امن نوعا ما. عرفت بس القصد ان انت تاخذ طبعا لما انت تفكر شلون مواطن يسلف الدوله، لا عادي هو ما راح ياخذ من مواطن واحد، ممكن يعني مليون واحد يسلف الدوله، كل واحد سلفها 100,000 مثلا فطلع لك مبلغ كبير يعني. عرفت بس ان بالكويت حاليا الى اليوم ما طبقوا ستايل السندات اللي حق المواطنين. عرفت شركات يقدرون يشترون سندات اللي عارفه بنوك، اللي عارفه بنوك اي اوكي حلو. عرفت هذه الخيارات زين. فالحين يعني خلينا نبدا نتكلم عن كل خيار. الخيار الرابع انت حط ببالك، الخيار الرابع المستحيل بس قول اللي انا اعتبره مو خيار يعني لان اشوف خطير جدا. البعض يقول لك ننزل قيمه الدينار، وش الفكره منها يعني؟ كل واحد يسوي شنو يعني ننزل قيمه الدينار؟ شنو ليش اسويها؟ انت اليوم تبيع الدولار، عفوا تبيع النفط بشنو؟ بالدولار. فانت لما تبيع النفط بالدولار، لما تيجي تحول الدولار لدينار وقيمه عملتك انزلت، الدولار الحين يدخل لك ثلاث يعني 300 فلس، يمكن بعدها يصير الدولار قيمه الدينار. فلما تحوله كويت راح تدفع رواتب عادي، راح يدش لك فلوس اكثر، بس احنا بناكلها كشعب. ليش؟ لان الدينار ما عاد دينار. اوكي اذا كان دينارين كنت تصير 5 دنانير بس معاشك نفسه نفس تركيا. ممكن تركيا شويه يعني العمله. لا لا بس إيه بس المثال المثالي هو فنزويلا. فنزويلا اوكي قل لما صار ماله قيمه الدولار ماله. بالضبط الاهم من هذا كله ترى فنزويلا دام يبدا طاريها مع انه ما تتكلم عنها، فنزويلا كانت تقريبا اغنى دوله في قاره امريكا الجنوبيه. اليوم فنزويلا شعبها ينحاش من الدوله. صح. فنزويلا عندها احتياطات نفطيه تخرع، فنزويلا تقارن بالكويت واكثر يمكن. صح. انا ما رحت الاكوادور سايق التاكسي مال اللي خذاني من المطار للفندق فنزويلي، وقعد لي قعد ربع ساعه يلزم مخي انه انا مسكين انا فقير انا ما ادري شنو، مع انه يقول لي انا كنت زين ووضعي زين. انا تو بقول لك هو الجانب المتعب ان انت تعودت على ليفل عالي. تعودت على خير ونعمه، تعودت على انك يعني بالكويتي عايش مدلع. شك بوم الدوله فقيره. يعني انت مدير شركه عادي تسوق تاكسي عادي. صح. بعيش قاعد تدور اكل ما عندك. لهذا للعلم هذا هذا يعني نظره سوداويه، بس اذا احنا استمرينا ما اصلحنا ترى يعني وايد دول صار فيها اللي صار في الدول. صح. عرفت يلا ما نوصل هناك يعني. انا في ثقه بوايد اشخاص ماسكين الجوانب الاقتصاديه بالكويت، بس انت دام يبقى عليها يعني لازم تذكر الناس ان فنزويلا شنو كانت؟ فنزويلا كانت نفس الكويت ويعني يمكن مو احسن من الكويت بس انه وضعها المادي كان وايد زين. صح. واليوم هي دوله فقيره. سنتين ثلاث. اي يعني فجاه الموضوع فجاه صار الموضوع. فيعني عموما انا قلت لك خيار يعني خفض قيمه الدينار اعتبره خطر جدا، فانا ما مو مدخله بس بالحسبه ابدا. حلو نفصل بالثلاثه بالركع السريع لان عندي اسئله. يلا يلا اوكي. الاحتياطي العام قلنا الجزء السائل ما يكفي، فاذا تبي يعني تدفع منه لازم تسيل الجزء المسائل. حلو. احنا اليوم عايشين بازمه، الازمه مطيحه اسعار كل شيء بالدنيا صح؟ اي شيء بتبيعه سعره نازل صاعد شنو بيكون فيه؟ خسارة. شنو خسارة شنو؟ كبيرة. اي خسارة كبيرة. أي خسارة كبيرة. انت اذا بعت اليوم انت بعت بخسارة. صح. تمام. الاهم من هذا كله
هو عبارة عن استثمار. الاستثمار هذا يعني قد يكون واحتمال كبير هذا هو السيناريو، راح أقول لك ليش بعد شوية. المردود عليه أعلى من الفائدة اللي أنت تنحط عليك إذا خليت قرض. نبسطها عشان يعني نعطي مثال عشان نبسط. يعني افترض أنت مستثمر، مردود الاستثمار خلنا نفترض 4% ولا 5%، زين؟ أنت باكر خذيت قرض، الفائدة اللي عليك التكلفة بتدفعها قد تكون 2%، 2.5%. والكويت الفائدة عليها بتكون قليلة، وراح أقول ليش بعد شوية. فانت انت في هذه الحاله هم هذا سبب ثاني يقول لك انت غلط انك تبيع، لان انت كذا قاعد تنازل عن بعض الاستثمارات صحيح او بعض المردود، عرفت؟ فلهذا وفر لك من 4%. بس انت الاهم من هذا كله، حتى اذا بعت الجزء المسائل انت بعته بخساره، حرام يعني. يعني انطر الازمه تعدي سنه سنتين، ممكن تبيعها بربح مره ثانيه وخلاص يعني. تمام. الاهم من هذا كله، انت اذا استزفته بالكامل، يعني احنا كباحثين نقرا ابحاث، الابحاث والدراسات تقول لك الصناديق الاحتياطيه، احنا بالكويت الصندوق الاحتياطي هو الاحتياطي العام ولا الاجيال القادمه، لان الاجيال القادمه الحكومه ما تقدر تفتحها الا بصعوبه. الصناديق الاحتياطيه كل ما كانت متينه اكثر، كل ما عدل شيء اسمه التقييم الائتماني او التقييم السيادي، كريدت ريتنج، كل ما كان عندك مثل كوشن يحميك لو صارت عندك ازمه. لما يقيمون وضعك يقولون اذا صار عنده ازمه شوف عنده فلوس، اذا انت صفرته انت ماكو كشن يحميك، ضعيف، عرفت؟ فانت كل ما قل هذا وكل ما استنزفته كل ما قلل الكريدت ريتنج مالك. شنو يعني كريدت ريتنج؟ احمد انت درست بامريكا، شفت شلون بامريكا اذا بتاخذ بتوقع عقد او تاخذ اي شيء في قسط يقول لك ابي اشوف الكريدت مالك، كريدت مالك صح، يشوف الهيستوري مالك انت شنو وضعك، انت تدفع بالوقت ما عليك مشاكل. وكل ما كان الهيستوري مالك احسن شو يصير؟ كريدت مالي يكون احسن والفائده مالتك اقل وكل شيء يكون احسن. صح. ليش؟ لان انت الهيستوري مالك يقول انت شخص امن ما خاف منك. صح. عرفت؟ نفس الشيء مع الدوله. انا الحين بتسلف من الدوله، انا واحد، لان لما الدوله تصدر سندات عادي امريكي يشتري السندات. إيه. عرفت؟ انا امريكي ما اعرف الكويت، بس مردود ابي احس المكان زين، شلون اعرف الكويت يعني شلونها من دوله شلونها من اداره؟ في مؤسسات ثلاثة يقيمون الكويت ويقولون حق الناس هذا تصنيف الكويت. حلو. التصنيف كل ما زاد كل ما كان أعلى، كل ما قلت عليك الفائدة. حلو. تمام. حلو. أنت الاحتياط العام كل ما استنزفت أكثر وصار ما في فلوس، هذا يأثر على التصنيف الائتماني مالك، ينزل. حلو. وللعلم بسبب اللي توه قلناه كله، وضع المالية العامة بالكويت، قلنا في ثلاث مؤسسات رئيسية تصنف الكويت، واحدة منهم رسميا نزلت تصنيف الكويت، واحدة رسميا حطت الكويت تحت المراقبة، يعني معناته احتمال ننزلها احتمال لا، واحدة اليوم اعلنت ان لا ما راح ننزل، بنثبت انه عادي، نشوف ما زالت الكويت وضع طبيعي. بس عشان ما نخرع الناس نزلوه، بس نزلوه شوية. انت دكتور فتعطي جريدات، تخيل انك نزلت واحد من A ل A minus، ما زالت درجته زينة. صح. بس مشكلة حظ. هي مشكلة، بس القصد أن نزلت. إيه بس القصد أن نزلت، بس ما نزلت وايد. ما نزلت وايد. عرفت؟ فهذه النقطة. إنزين. فالخيار الأول قلنا نستنزف اللي بالاحتياط العام، وقلنا المشاكل فيها. فلهذا هو خيار غير مستحسن. تأخذ شوية من الجزء السائل، تأخذ الجزء السائل مو مشكلة، بس إنك تبيع يعني. حلو. فهذه واحدة. الشغلة الثانية. قلنا في صندوق الأجيال القادمة نفتحه ونأخذ منه. بالضبط. شنو المشكلة مع فتح صندوق الأجيال القادمة؟ أول شيء أنك تفتحها الموضوع هذا شيء وايد صعب. ثاني شيء نحط بسنة 76 على أساس أنه يكون للأجيال القادمة، عيالنا أحفادنا. يعني الجيل اللي حطه 76 يمكن للحين موجود، صح في ناس توفت بس للحين موجود، يعني يمكن إحنا الجيل اللي بعده ما أدري صراحة، ما أعرف شلون أحسبها. بس الأهم من هذا كله هو نحط للوقت اللي النفط يصير ما له قيمة، عرفت؟ فأنت يعني لما اليوم تي وتفتحها أنت تكون فتحتها يعني قبل أوانه. والأهم من هذا كله النفط اليوم لا قيمة وما له قيمة، بس إحنا يعني ما أصلحنا في الميزانية، إحنا يعني إحنا كحكومة، إحنا كالكويت، إحنا قصرنا، ما اتخذنا أي إصلاحات في الميزانية، ما ركزنا شلون أنزل مصروفاتي، ولا فكرت شلون ألقى فرص أزيد فيها إيرادي. حطيت خطط، إيه حطيت خطط، يمكن مو واضحة بس حطيت خطط، طبقت لا ما طبقت. وترى هذا الكلام اللي قالوه
يعني المؤسسه اللي نزلت تقييم الكويت الائتماني قالت الكويت حطت خطط بس ما طبقت، عرفت؟ فلهذا انت تاخرت، فلهذا تحطيت نفسك بهذا المكان. انت صعب تروح تقول بفتح صندوق اجيال قادمه وانت حتى ما حاولت انك تصلح. حاول انك تصلح، جرب مره مرتين ثلاث، اذا فشلت وخلاص سكت الامور دشيت بنفق مظلم يمكن هني تتذكر الموضوع، بس مو بهالسرعه. لان انت اليوم غلطت واستنزفت كل احتياطي العام، صح؟ زين، تعلم من الغلطه. اذا فتحت الاجيال القادمه راح تستمر بنفس الموضوع وراح تستنزفه كله، وراح نوصل لمرحله ماكو حتى اي احتياطي عندك يحميك. صح. فلهذا حتى صندوق الاجيال القادمه خيار يعني مو عيب. مو محبب يعني. والحين الخيار الثالث اللي هو الدين العام. الدين العام ما اقول لكم خيار سهل، يعني كل الخيارات الموجوده خيارات صعبه، كل واحد اصعب من الثاني. بس قانون الدين العام، انت لان الكريدت ريتنج قلنا ما زال عالي، الفائده ما راح تكون عاليه عليك. فلهذا انت اليوم لو تقترض التكلفه ما راح تكون وايد كبيره. تمام؟ لكن اذا انت اقترضت من غير لا يكون عندك اي ليميتس، واذا انت اقترضت وحتى ما عندك خطه شنو بتسوي، ولا انك قاعد تبلش باصلاحات، فانت ما سويت شيء. يعني لا طبنا ولا غدش. بالضبط. فالحين بعطيك شويه على السريع، على ما علي طولت. الحين بقول لك قانون الدين العام اللي مطروح بعض تفاصيله عشان اربط لك اياها بالواقع شنو ممكن يصير اذا انت ما اصلحت. اوكي. قانون الدين العام اليوم طبعا ما طلعت تفاصيله بس طلعت ملامح بالاعلام، فانا بتكلم عن هذه الملامح. القانون يقول لك ان راح يكون ان يحطون سقف دين على الكويت بال20 سنه الماليه القادمه، يعني بال20 سنه الماليه الجايين الليمت مال الكويت توتال الدين اللي تاخذه 20 مليار. حلو. مو كل سنه 20، لا، خلال 20 سنه ماليه توتال الدين اللي انت مسموح انك تاخذه 20 مليار. حلو. اوكي. 60% منهم يعني 12 مليار ما تقطها الا على صرف راس مالي، يعني استثمارات وغيره او بنيه تحتيه بالكويت. تمام. 40% يعني 8 مليار لسد العجوزات. حلو. تمام. انزين، اذا انت طلعت دين وما اصلحت الميزانيه، عجزنا هالسنه المتوقع كم كان قبل الازمه؟ 9.2. حلو. احنا الحين خليك من الازمه، انت يعني بالوضع الطبيعي بالكويت كان امر طبيعي تاخذ عجز 9.2. تمام. فانت باكر عادي يصير عندك عجز 7 دولار، انا ما انا قايل 7، الحين نقول 5 ولا 6. ثلاث سنوات ماليه انت وصلت الليمت هذا، اذا افترضنا الليمت مفتوح حق كله تستخدمه لسد العجز، ولكن هو قاعد يقول لك 8 لسد العجز. لهذا انت حتى اذا حطيت دين لازم يكون في اصلاح. يعني حتى العنوان مال المقال اللي نزلته بالجريده اليوم اسمه استدانه من غير خطه ماليه واضحه ولا اصلاح هي هدر للمال العام، لانه بنرد بنفس الدوامه نفس الشيء. لا، وندفع فوائد، يعني ندفع فوائد. والاهم من هذا كله بعد ثلاث اربع سنوات بيصير نفس النقاش، وانت تيجي لي مره ثانيه تقول لي وغانم نطلع لايف نتكلم شنو مشاكل الميزانيه، لان الحكومه بتكون قاعد تتكلم عن شنو؟ بتتكلم عن نبي نرفع سقف الدين زياده. ما ابي اتفلسف بس مره ثانيه بالدراسات والابحاث سقف الدين نوعا ما شيء لا يعترف فيه. ليش؟ لان اذا صارت ازمه الحكومه بتطالب، وبالنهايه راح يمشي الطالب فيه، لان انت ما تبي تسمح انك تفلس يعني. صح. تمام. فلهذا الشيء اذا انت ما اصلحت حتى خيار الدين هو خيار خطر جدا، ولكن لما تحط كل خيارات قدامك هو افضل سيئين. انت من رايي الشخصي قد اكون انا قاعد اقول لك بين الخيارات الصعبه الموجوده هو احسن شيء. يعني لما تقول لي اسحب الاحتياطي العام ولا اجيال قادمه ولا نطلع دين، انا اشوف ان الدين يعني هو افضل سيئين، خيار صعب جدا، بس بنفس الوقت لازم يكون في شروط. لازم يكون في شروط، لازم انت يعني تضبط الموضوع، لازم يكون في خطه اصلاحيه، والاهم من الخطه تطبيق، مو خطط تنقط بالادراج، لا. لازم يكون في على السريع في نقطه بعد تذكرها ولا لا؟ روح اسال. ابي لا، الاسئله اللي عندي مو وايد مهمه، بس عندي سؤال. انت لما تقول عندي خطه ولازم اسوي اصلاحات ولازم، هل الاصلاحات اللي ممكن تقدمها الحكومه تشمل ان انقص الدعوم، اقلل المصاريف اللي انا اسويها، مو بالضروره مشاريع كبيره تسوي، بس
تقلل المصاريف مالتها. يعني هل بمعنى ثاني هل راح يمس جيب المواطن ولا لا؟ تبي تدخلنا بصبه؟ لا انا ما بي لا لا تبي تدخلنا زي مرة ثانية. هل لا لا راح اجاوبك، لا تحاتي، راح اجاوبك وعادي لا تحاتي. شوف انا بجاوب بشكل عام انت بغانم ثواني، احنا لازم نسكر الساعة واحدة وثنتين لان انا بحفظ اللايف هذا حلو، بس أوكي. اذا فصل من روحه لازم تسوي شير تو ستوري، الله يرضى عليك. اوكي اوكي مو مشكلة شير. ان شاء الله ما اعرف هالامور هذه ف اوكي، بس عطني النقطة وانا اقول لك، عندك دقيقة. ان شاء الله اوكي. انا المشكله نسيت سؤالك. ايه ذكر انت بالميزانيه بشكل عام، قلنا هي جانبين، جانب ايرادات جانب مصروفات. انت يا انك تنزل مصروفاتك يا انك تزيد ايراداتك، تمام؟ شلون تنزل مصروفات؟ انت تو تكلمت عن دعوم، تكلمت عن ما اذكر شو اللي قلته، بس انه انت على طول رحت حق اشياء تمس جيب المواطن. مو شرط، انت ممكن اول شيء تروح تمس في مبالغ قاعد تصرف باشياء تخرع، مناسبات قاعد يصرف عليها مبالغ تخرع. يعني وايد امور تكميليه جانبيه قد لا يكون لها داعي قاعد تصرف، ممكن تعيد النظر فيها، تمام؟ فلهذا الشيء يعني انت اول شيء لازم تروح تدرس جانب المصروفات بالكامل وتسال نفسك هل هذا مهم مو مهم قبل لا تروح المواطن، لان المواطن مو هو الجزء الرئيسي من الغلط. يعني المواطن لو قال يا حكومه سوي هذا كله، صدق الحكومه كانت قاعد تجاوب المواطن، بس بنفس الوقت راعي القرار صاحب القرار ما كان المواطن، صح؟ فلهذا ما يصير تروح تلوم المواطن تقول له انت غلطان يلا تعال مس جيبك على طول. لا اوكي، يمكن مع الوقت الله اعلم، زين، بس القصد انه ما يصير من البدايه تروح تمس جيب المواطن. حلو، ضريبه، تمام؟ يعني الله اعلم انت، بس بالنهايه الضريبه، شوف انت سافرت يمكن كل دول العالم، صح؟ مو كل دول العالم، سافرت وايد، زين. في دوله سافرتها ماكو ضريبه؟ ما اذكر والله، غير الخليج، والخليج كله صار فيه ضريبه الحين. الخليج كله صار فيه ضريبه بالضبط. فالقصد انت للعلم بس انا خليني اقول لك، مو قاعد اقول لك الضريبه بتصير، ما ادري، الله اعلم. يعني هو خيار مطروح وقاعد يقولونه، تمام؟ وفي علامات تقول لك وكأن الموضوع بيصير، يعني الكويت دشت اتفاقيه ضريبه مع دول الخليج ان احنا بنطبق ضريبه، مو معناته ان الرسمي بتصير، الله اعلم، عرفت؟ يعني هذه الامور عند اصحاب القرار. زين، بس قاعد اقول لك العلامات تقول ان هي شيء مطروح على الساحه، العلامات والله اعلم بالنهايه. انزين براك، انا لازم اشرح لك شلون لازم تسكر. انا راح اطلع، راح تقعد بروحك، بعدين راح تسوي انت. زين، اذا سويت انت حلو، راح يطلع لك علامتين تحت، يا شير تو يور ستوري ولا ديليت. مو وايد صعب، بس سبحان الله أوكي. اذا طقيت ديليت راح اضايق انا، اوكي، لان وايد كونتنت حلو. حلو براك، غانم الغربه اللي بلشنا انا وياك في مدرسه النجاح متوسطه البنين، وعيال السره كنا، انت كنت ضيف علينا، كنا يعني عيال السره من اول ما بلشت الدنيا. سعيد جدا ان احنا وصلنا مرحله وتعبنا واشتغلنا وصرنا دكاتره بالجامعه. قمت اقول زميلي الدكتور براك، فخور فيك وايد والله، مشكور على معلوماتك، ما قصرت، ومشكور انك قبلت الدعوه، ومشكور انك خليتني اول لايف تطلع وياه، مشكور. الله يعطيك العافيه. وانا هم بعد يعني لازم اتوجه بشكر للجميع، سامحونا طولت اكثر ما توقعت، انا قلت بتكلم نص ساعه، فسامحونا جميعا. وانا يعني اتمنى ان ما خان التعبير في بعض الامور، بس اللي عنده اي استفسار اي شيء يعني انا موجود ان شاء الله في اي وقت، سامحونا على القصور. في امان، معلومات مفيده، مشكور. يلا سلام حبيبي، في امان الله. زين، واللي مو قاعد يطلع لخيار شير، ماكو شير.